على الرغم من أنها تطفو على بحيرة من النفط وتمتلك أحد أكبر الحقول النفطية وهو حقل الأحدب، إلا أن الفساد حرم محافظة واسط من مقدراتها وشل حركة حياة سكانها بالكامل بعدما باتت محطات تعبئة الوقود خالية منه. واسط يعني أزمات متتالية، ما نعرف شنو السبب. أزمة المحسن اللي هي صار لها تقريبا شهر، ما نعرف شنو الموضوع. والنوب أزمة الغاز، يا أخي الحصة وين جاية تروح؟ الحصة وين جاية تروح؟ فهمونا. يعني احنا عندنا حقلين نفطي، حقل الأحدب وحقل بال بدرة. يعني احنا محافظة وسط، يعني هي أساس النفط. يا أخي والله العظيم ملينا، الكوت كله افترته ما بي غاز، الكوت كله افترته ما بي غاز، ومعيش 14 نفر على هاي السيارة، والله العظيم صار لي 4 أيام قاعد لا شغل لا عمل. وهل تشوفون حالتنا؟ الأحزاب والله العظيم متأذينا، يعني حرنا هسه شو نسوي؟ والله العظيم يعني لعبة الفاصة من هاي الحالة، وتعبنا كلش والله العظيم يا خالي. هسه نريد غاز، افترت الكوت كله يا أخي، ماكو قطرة غاز لهالسيارة. وهل شوف عينك؟ احنا طبقة تحت الفقرة، السيارات الغاز القديمة هاي الكيات. يعني هسه أنا فريت الكوت، المحطات كلها فريتها على مود غاز، غاز ماكو. زين شغلنا وقف، عملنا وقف. هسه يا أهل أروح لي يقول لي غاز ماكو، أزمة مال غاز. زين هسه عوف هاي كلها. هسه احنا كل سنة ننقل الزوار، كل سنة ننقل الزوار، السنة بيش ننقلهم؟ غاز ماكو، بيش ننقلهم؟ شو ندير؟ مو ايش شلون؟ هاي السيارة بشرفك، هاك هاي السيارة هسه منين نديرها غاز؟ وفي الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة أصحاب السيارات، يؤكد المواطنون أن هذه الأزمة مفتعلة ومشخصة، وتقف وراءها أحزاب سياسية تهرب الوقود من المحافظة عبر شركات خاصة. في محافظة واسط هناك جاء يحدث صفقات لأجل تهريب الغاز، مادة الغاز خارج المحافظة، وهذا التهريب الذي جاي يحدث احنا نعلم به. هذا التهريب اللي جاي يصير عبر شركات تابعة للأحزاب أهلية. اليوم صهاريج عندنا شركة الواحة الصينية وشركة غاز قروم تدخل بها صهاريج للأحزاب، تحمل مادة الغاز وتطلع خارج المحافظة. جاي يحدث تهريب وصفقات من قبل الأحزاب لأجل مناصب ولأجل منافع شخصية، ولا يهمهم اليوم المواطن في محافظة واسط إطلاقا. حاليا ما جاي وصلنا المنتوج بصورة صحيحة، يعني كل 3 أيام أو كل يومين جاي وصلنا حمل حمولة 36,000 لتر، فهذه ما جاي تكفي. إحنا لازم تكفينا يوميا سيارتين، فهذه جاي تولد أزمة. أزمة تعكس جانبا من جوانب الفساد الذي ضرب أطنابه في كل العراق، وتلخص أحد فصول عمليات التهريب واسعة النطاق التي يتعرض لها هذا القطاع الذي يمثل شريان الاقتصاد الرئيس منذ عام 2003.